اهلا بكم في الفيديو الثاني لنفس الموضوع. هتكلم في الفيديو ده عن سناب سيد اللي هو برنامج تعديل على الصور. فانت ازاي هتتعلم في الفيديو ان شاء الله ازاي تعمل تعديل على الصور بتاعتك انت بتصورها بالموبايل وتطلعها بجوده مقبوله اكتر من ان هي ما تعملهاش اديت اساسا. انت اكيد طالما بتتفرج على الفيديو ده فانت راجل انترميديت فما عجبكش الفيديو الاول لانه مختصر جدا فعايز تفاصيل اكتر، فهو ده الفيديو بتاع تفاصيل. الفيديو ده هنتكلم فيه عن كل اداه من الادوات اللي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات بس بالتفاصيل الزياده اللي جوه كل اداه من الادوات دي، وفي نفس الوقت تفاصيل زياده في باقي ادوات تانيه ممكن تتكلموا عنها وتفاصيل زياده في البرنامج نفسه. فيعني لو انت بتتفرج على اللي فات وجيت تتفرج على ده فانت برنس زي ما بيقولوا يعني، فانت عايز تعرف حاجات اكتر يعني. فخلينا نبدا في الفيديو ان شاء الله اللي هو الفيديو الطويل. بس اشرب في البدايه كده هات كوبايه شاي وتفرج يعني. بس هنعمل ايديت للصوره دي، والصوره دي ان شاء الله الصورتين مصورهم بالموبايل بتاعي النوت 9. الصوره دي صورتها قبل كده في الاقصر. البرنامج اللي انا بعمله ايديت بعمل عليه دايما ايديت هو سناب سيد. سناب سيد ده تبع جوجل زي ما انتوا اخدتوا بالكم من اللوجو اللي في الاول اهو، بصوا جوجل فتبع جوجل فحاجه محترمه. في ناس بتستخدم اللايت روم ده برنامج تاني، في ناس بتستخدم البيكس ارت، بس انا مش بستخدم برنامج البيكس ارت غير لما باجي اعمل الفريم اللي هو اللي عايز اخلي الصوره مربع اللي هي سكوير عشان تبقى بروفايل بيكتشر على انستغرام على واتساب على فيسبوك، فاهمني؟ فمش بستخدم بيكس ارت غير في كده. انا بحب البرنامج ده جدا جدا، بيديني يعني سلايتلي فول كنترول في اي حاجه في الصور او بعمل، بيديني شويه تحكم كويسه لا باس بيها في الصور اللي انا بعملها. هنا كده اخترنا الصوره، في شويه هنا في حاجه اسمها اللوكس، في حاجه اسمها اللوكس، وفي حاجه اسمها التولز، وفي حاجه اسمها الاكسبورت. اللوكس دي عباره عن شويه بريسيتس هو يعني بيبقى ضايفهم البرنامج من نفسه. يعني تدوس هنا كده مثلا تلاقي الصوره اتعمل لها ايديت لوحدها من تلقاء نفسها من غير ما انت تتدخل في حاجه. وفي الاكسبورت دي بتستخدمها في السيف، وممكن تعمل اكسبورت للصوره والكلام ده، انت بتستخدمها في السيف دايما او تشير الصوره دايركتلي من البرنامج على طول. التولز دي بقى زي ما بيقولوا where the magic's play او where the magic's happen، ده التولز اللي انت بتستخدمها عشان تعدل في الصوره. الخانه اللي فوق دي خلينا نشرح البلاي اوت. اوبن دي بتفتح منها الصور، اللي فوق دي اللي هو المؤشر ده اللي فوق اللي عامل زي السهم ده تدوس كده عليه، في اندو وريدو وريفيرت وفيو اديتس. البرنامج ده عاجبني في ايه؟ ان هو بيتعامل معاك شبه الفوتوشوب شويه. شبه الفوتوشوب في ايه؟ انت عندك لما نيجي نعمل اديتس شويه هوريك الفيو اديتس دي ممكن تعمل فيها ايه. الاندو دي لما انت تيجي تعمل مثلا فليكن مثلا انت عملت قصيت الصوره فبتعمل اندو اللي هو زي كنترول زد في الكمبيوتر كده بترجع خطوه ورا. ريدو انت عملت رجوع للخطوه، لا ريدو بيرجعك تاني اللي انت كنت عامله الاديت اللي انت كنت عامله. ريفيرت ده تقريبا يعني هنشوفها مع بعض بتعمل ايه دلوقتي. الصوره هي قدامنا عايزين نعملها اديت مع بعض. انت عندك اي برنامج في الدنيا في حاجات ثابته مش بتتغير يعني، وابسط حاجه في الدنيا عشان تعرف ايه التول دي بتعمل ايه الاداه دي بتعمل ايه فان انك انت تجرب اساسا. فخلينا ندخل في التولز على طول. تولز انت عندك التون ايمج، عندك الديتيلز، عندك الكيرف، عندك الوايت بالانس. احنا مثلا انا هدخل معاكم في الادوات اللي انا بدخل عليها دايما مبدئيا. صوره عاديه خالص وجميله جدا وان شاء الله هتبقى هنحاول نخليها اجمل يعني. اهم حاجه في الصوره فعلا انك انت تعرف تصور صوره كويسه الاول، فده موضوع تاني يعني، ده باختصار تعرفه بانك انت تبدا تصور اساسا. هندخل في التولز، ندخل في الاتش دي ار سبيس. التولز انا بحب دايما الاداه الاتش دي ار اسكيب دي. الاتش دي ار اسكيب دي اختصارها في الهاي دايناميك رينج. الهاي دايناميك رينج ده اللي هو بالبلدي كده الكاميرا بتقدر ازاي تجيب ديتيلز وتفاصيل في المسافات البعيده جدا. الكاميرا بتعمل كده بس انت البرنامج بيساعدك انك تظبطها اكتر. فعشان تعرف ده بيعمل ايه بصوا كده، اول ما تدوس اتش دي ار شايفين الصوره حصل لها ايه. بصوا في حته من فوق كده في حته هنا من فوق ممكن تدوس عليها توريك الصوره قبل وبعد. انا هنا ما فيش معلش عفوا هنا فيش غير دي قبل بعد قبل بعد قبل بعد. شايفين شكلها بعد عامل ازاي؟ ديتيلز اكتر ديتيلز هنا بصوا ديتيلز. انتوا شايفين انا بعمل ايه؟ بتنقل ازاي من الصوره؟ ممكن تدوس في حته كده عشان تعمل زوم اوت، تدوس في حته ثانيه تعمل زوم ان، تتنقل من هنا كده عادي. بس لو انت عايز حاجه مول كنترول باتنين صباع كده وبتقلب في الصوره عادي، دبل تاب مرتين خلص قبل بعد.
بصوا الموضوع مش بيخلص هنا، يعني انا هظبط فيها كده زي ما انا حابب. في انت عندك كذا حاجه للاتش دي ار، في الناتشر باين من الاسم ان هو بيستخدمه في الفيوز اللي زي الصوره الواضحه قدامك، في البيبل، في الفاين، في السترونج، اللي تحبه انت، انت بتشوف انت عينك شايف ايه وحابب ايه. فخلينا نعمل زي ما انا حابب كده. انا شايف ان الناتشر كويسه، يا رب يكون الكادر مظبوط. في انت بص، انت ممكن تدوس هنا عشان تختار التاب نفسه، ممكن تدوس هنا عشان تعدل على اللي انت اخترته. يعني انت اخترت الوضع او البريسيت اللي ليها علاقه بالاتش دي ار اللي هي الناتشر، تمام. عايزين نعدل. في عندك فلتر سترينث، فلتر سترينث، وعندك البرايتنس، وعندك الساتوريشن. ممكن تدوس هنا عشان تجيبهم. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تدوس في اي حته عادي، يعني هنا من فوق تدوس وتطلع فوق، فاهمني؟ عشان تجيب القائمه اللي هي دي، مش لازم تدوس هنا، فاهمني؟ دي ميزه حلوه في البرنامج، سهوله. يعني انا مثلا هلعب في الفايل في الفلتر سترينث في الاول، شايفين كده مفيش اي فلتر مضبط، شايفين كده لما اجي اعمل خالص، شايفين انت هنا الدنيا مظلمه وهنا مظلمه وهنا مظلمه، لما اجي ارفع خالص كده شايفين في ديتيلز، العشب نفسه ظهر اكتر. يعني بصوا خلينا نعمل كده، شايفين مش باين كده، بان خالص. عندك هنا في تفاصيل بانت اكتر، هنا في تفاصيل بانت في الشجر اكتر. كان شايفين في الاول كانت الدنيا مظلمه شويه، فاحنا نختار، بس انا اختار وضع كده لا باس به، يعني شايف لغايه هنا كويسه. ودي بصوا يعني بيرسونال بريفرنسز، فاهمني؟ يعني تفضيلات انت بتحبها مع نفسك. في البرايتنس ممكن تعدل البرايتنس ده، اهو يعني برايتنس ما نعرفش، اهو اديك عرفت يعني برايتنس، بيرفع الاضاءه خالص في الصوره، بيضلمها خالص لو انت جبتها على اقصى الشمال. فاحنا نختار حاجه يعني كويسه الى حد ما. في الساتوريشن، الساتوريشن ده درجة تشبع الالوان، ولو انت ما بتعرفش يعني درجة تشبع الالوان بسيطة، تعمل كده اديك شفت بنفسك، الازرق بقى ازرق اكتر، الوضع اللي هو الالوان اللي هي لون الغروب ده والسانسيت، اللقطة يعني الجنب نفسه بتاع السانسيت بان اكتر، في النص هنا الاخضر اللي في العشب بان اكتر، اللون الارضية بان اكتر، الاخضر اللي بين الارضيات ده بان اكتر، هنا بقت الصورة جراي اكتر، يعني صورة رمادية اكتر، ما فيهاش تفاصيل الوان كتير. فالساتوريشن دي برضو براحتك انت، شوف انت تحبها ايه. شايف كده الدنيا افضل، ندوس صح هنا كده. اول بريسيت او اول تول استخدمناها اتش دي ار عملت مظبوطه. تخش في التول تاني، تختار التون ايمج. التون ايمج ده بيلعب لك في كل حاجه تقريبا في الصوره. بصوا هندوس في اي حته، معلش ادي كل حاجه معانا، برايتنس معانا، كونتراست معانا، ساتوريشن معانا، الامبيانس معانا، الهايلايتس معانا، الشادوز معانا، الوورمث. البرايتنس شفناها من شويه اللي هي الاضاءه بتاعت الصوره نفسها عامله ازاي. الكونتراست ده الحده بالعربي، اللغه العربيه الحده، اللي هي ليها علاقه بالشاربنس شويه. انت عارف لما تيجي تشوف تصور صوره كده وتلاقيها كونتراستد شويه زياده عن اللزوم، التفاصيل باينه خالص، دي معناها كونتراست. ساتوريشن تشبع الوان، الامبيانس، الامبيانس دي بحبها جدا، دي بتديك حاجه يعني انا مش عارف اوصف تاثيرها بس بتعجبني في الصوره. الهايلايتس الحاجات الاضاءات اللي الاضاءه الساطعه جامد في الصوره، عايز تزودها ولا عايز تقللها. لو انت مثلا مصور صوره فيها اضاءه شمس، الشادوز دي الظلال عموما، لو انت في مثلا مصور صوره فيها ظل، عموما الظل بيستخدم في انك انت بتخفي تفاصيل مش عايز تبينها، فممكن تزود الشادوز وممكن تقللها عشان تبين التفاصيل. الورمث دي اللي هي الدفء بتاع الصوره عامله ازاي، الجو العام بتاع الصوره عامل ازاي. خلينا نبدا نلعب في كل واحده ونشوف هتعمل ايه. ادي البرايتنس، ادي البرايت شبه اللي كانت في الاتش دي ار، فاهمني؟ ادي الكونتراست، شايفين؟ شايفين لما رفعت الكونتراست على الاخر شايفين عملت ايه؟ معرفش الدنيا واضحه معاكم كده ولا لا. شايفين لما هرفع الكونتراست اخر حاجه تحت خالص سالب 100 بقت الصوره كده باهته. فاحنا نختار لها وضعيه كونتراست يكون كويس، تمام. ساتوريشن انا ما بحبش العب في الساتوريشن الاول، بحب العب في الامبيانس الاول. بص الامبيانس يعمل ايه؟ واو شايفين عمل ايه؟ ظبط لك الالوان في المكان كله، في الصوره كلها ظبطها لك. بحب اعلي الامبيانس دي خالص، وبحب انزل الساتوريشن، يعني لو الصوره ما فيهاش الوان كفايه برفع الساتوريشن. شايفين حتى انتوا لو رفعتوا الساتوريشن على الاخر والامبيانس مزودينه هتلاقي الدنيا فقعت خالص، لا دي مش حلو. فعشان كده بحب انزل الساتوريشن زي ما هي صفر، والعب في الامبيانس زي ما بحب اللي هو الوضع ده يعني، والساتوريشن ازود الاضاءه الالوان شويه او اقللها زي ما انا احب يعني براحتكم. فانا شايف انها لو زادت بقيت على 11 كده الى حد ما كويسه، ماشي.
الهايلايتس بقى اللي هي الحاجات الساطعة زي ما قلنا. هنا اتوقع ان انا اول ما ارفع الهايلايتس دلوقتي الحتة دي هي اللي هتتقصر، شايفين؟ توقع طلع في محله، الحتة دي فعلا محولين الشجر كده، شايفين؟ لما نزلت خالص، لما نزلت خالص الصورة ككل اتأثرت، اه بس برضو الدنيا هنا اختلفت، شايفين؟ هنا قبل اي حاجة لما ترفع لده، فالهايلايتس دي براحتك يعني، انت عايز ترفعها مش عايز ترفعها ماشي، هو ما يفضلش انك ترفعها خالص، فاهمني؟ يعني انت لو نزلتها تأثير السانسيت بيبان اكتر، رفعتها السانسيت تأثيره بيروح شوية، لان هو باين هنا اكتر في الحتة دي اللي في النص عند الشجر او عند النخل ده. فنزلها سنة صغيرة كده، والشادوز الظلال لو انت عملت كده الصورة بتضلم خالص، عملت كده رفعتها لاخر الظلال بتروح والديتيلز بتبان، هنا الديتيلز بتختفي شوية، فبراحتكم برضو، دي تفضيلات بتاعتك انت. انا شايف كده كويسة الورمز بقى، بصوا شايفين الصورة مصفرة خالص، الصورة زرقاء اللي هو بص الورمز دي لو اعتبرناها ترجمة حرفية اللي هي الدفء، لو انت جبتها على اقصى الشمال بتسالب 100، انت كده بتخلي الصورة باردة وهنا بتخليها دافية خالص، فبراحتكم. بصوا دايما بخليها على ايه، الصور دايما يا جماعة بتنقل لك، المفروض انت اول ما حد بيشوف صورة بينقل اللي صور الصورة ولا عملها اديت، عايز نقول احساس، الاحساس هو وقت ما بيصور الصورة بيعملها اديت، عايز نقوله لأي حد بيشوف الصورة. فانت وضع زي كده كان وضع غروب، عايز تستحضر قدام اي حد لما يجي يشوف الصورة دي الاحساس بتاع الغروب والسانست والمنظر التحفة اللي بيكون بتاع الشمس هي وبتميل الى الغروب زي ما بيقولوا. فلو انت نزلتها كده جبتها وضع البارد، مش هقول لك وحشة، هي حلوة لان السما زرقاء فانت بتدي لون ازرق اكتر للصورة ككل. بس تعال نشوف كده، لو انت زودت الورمز يعني هيك، هنا هنا صفر اهو، صفر. لو انت زودت شوية كده شايفين الصورة بقت دافية اكتر، فبالتالي بقت احلى افضل يعني، بقت اكتر او افضل يعني، فانا مقتنع بيها لغاية هنا، هندوس صح. بصوا لو انت دوست يعني، لو جينا دوسنا هنا وحبيت تعمل اندو، لو عملنا اندو هيشيل لك التأثير اللي هو ده كله، اللي هو التون ايمج اللي انت لعبت فيه ده كله هيشيله. بصوا اندو، عملنا تاني اندو تاني كده، عمل ايه؟ شال لك التون ايمج اللي انت لعبت فيه والاتش دي ار اسكيب اللي انت لعبت فيه برضو. فهنعمل كده، نجيب ريدو كده، جاب لك الاتش دي ار اسكيب، تعمل ريدو تاني يجيب لك التون ايمج اللي انت لعبت فيه. تعال نشوف نعمل ريفرت ايه اللي يحصل. All changes will be lost. Tab revert to revert your image to its original cancel. تمام، ده هو revert اللي هو معناه هرجع لك الصورة الأصلها. بس لو أنت عايز تشوف الصورة كانت إيه وبقت إيه في الإيديت اللي أنت عملته لغاية دلوقتي، بتدوس في أي حتة فاضية هنا، دوسة مطولة يعني، شايفين إيه اللي حصل؟ الصورة جت لوضعها الطبيعي في الأول. أه أنا دايس زي ما أنا دايسها، لو شلت إيدي الصورة رجعت بالألوان بتاعتها والنظافة بتاعتها وجمالها زي ما هو. بصوا في حاجة تانية، أنا حاسس إن أنا ببسط الصورة، الأفق، خط الأفق مش مظبوط، خط الأفق اللي هو الخط، بصوا عشان تعرف تظبطه أكتر، دي أرض تمام ودي حتة من الأرض، دي برضو أرض تانية بس على مستوى أعلى شوية، فخط الأفق اللي هو الخط اللي بيفصل بين، مش عارف أقول لك إيه يعني، هو بيبان أكتر لما تيجي تصور بحر، اللي هو الخط اللي ما بين البحر اللي هو نهاية البحر ونهاية وبداية الأرض، فاهمني؟ أو السما مثلا، او اللي بيفصل بين السماء والارض زي ما بيقول. فعشان تبان اكتر خلينا نكون نوضح اكتر يعني، عملنا روتيت، دوسنا هنا، لا عملنا روتيت هنا، بصوا شايفين الخطوط دي، دي اسمها خطوط افق، فانا عايز اظبط خطوط الافق دي مع هنا، نجيبها في كروب عشان تبان بحجمها، الخط ده اسمه خط الافق، لازم يكون موازي لده، انا حاسه مش موازي كويس او مش موازي مش مظبوط، لما يبقى مظبوط بيبقى يعني، دي كل حاجات انت مش ممكن مش بتاخد بالك منها بس بتخدم الفاينل ريزلتس او الفاينل اوت بوت بتاع الصوره. فخلينا نعمل كده ونعمل روتيت، انا بس هحاول اظبطه على قد ما اقدر عشان الموضوع بيبقى متعب انا عارف. بصوا يعني انا مش عارف هي هتبان لكم ولا لا يعني، هي كانت كده، هي بقيت كده وكانت كده، لا لا اهو، لا اهو اهو، شايف انها كده افضل شويه. لعبنا في الروتيت، عايزين نعمل ايه؟
الصورة بحب ابين فيها شوية ديتيلز اكتر. باجي عند بختار اللي هي التولز، بختار كلمة ديتيلز اللي فوق دي. ديتيلز جواها حاجتين، جواها ستراكشر جواها شاربنس. الستراكشر اللي هو البنية كلها بتاعت الصورة او الشكل العام بتاع الصورة، عايز تبين فيه تفاصيل اكتر ولا لا. الشاربنينج اللي هو بتعمل ايه، عارف انت لما تلاقي حاجة كده زي القلم الرصاص كده لما كنت تبريه عشان تبين السن اكتر، فدي نفس الفكرة كده بتشاربن الحاجة، يعني بشاربن الصورة. خلينا افضل حاجة بدل ما نتكلم كتير نوريكم التأثير نفسه بيعمل ايه. هنا في الستراكشر لو رفعت كده شايفين تفاصيل بانت اكتر كده، التفاصيل اختفت. شايفين الارض بقت عامله ازاي؟ بصوا الارض كده ممسوحه خالص، فاهميني؟ شايفين مفيش ديتيلز، لكن لو رفعنا كده خالص شايفين الارض تفاصيلها كلها باينه. شايفين هنا، شايفين دي كده اللي هي زي الحيطه اللي عامله زي الحجاره دي، لو شلنا الستراكشر خالص ناعمه خالص مفيش اي تاثير فيها، لكن لما تيجي ترفع خالص كده شايفين الوضع، شايفين الأرضية فاحنا نعمل ايه؟ نختار حاجة كويسة لحد ما. والشاربنينج اهو، الشاربنينج مش بيبان اكتر غير يعني بصوا لما تيجي تعمل كده وتسحب، انا شايفه بيأثر هنا في الحتة دي. بصوا كده لما بيبقى صفر شوف لما بيزيد بيبينها، فاحنا هنعمل ايه؟ نزوده بس حتة خفيفة برضه. بصوا انت حتى لما تيجي تدوس هنا مش شايف تأثير اللي هو الستراكشر اللي انت عملته والشاربلينج ده خالص، بس برضو ايه دوس عليه بسرعة كده وشيل ايدك بسرعة يعني عشان يبين اكتر، هتلاقيه بان. انا شايفها كده افضل يعني. بعد كده دي ديتيلز، عملنا الوايت بالانس. الوايت بالانس اللي هو ايه؟ توازن اللون الابيض في الصورة. في حاجتين عندك، في التمبريتشر وفي التند. التمبريتشر دي لو انت زودتها يمين هنقول لك وضع الشمس اكتر، لو زودتها شمال نقول لك وقت البرودة اكتر، شبه الـ warmth اللي كنا بنلعب فيها. التمبريتشر يعني بصوا هناك زودنا شوية في الـ warmth، فمش هينفع نزود هنا في التمبريتشر خالص عشان الصورة ما تفجعش مننا، فما تبقاش كده مثلا يعني 5. التنت بصوا بمجرد ما تتحرك يمين وشمال الوان نفسها تتغير، بصوا شايفين الوان نفسها بتتغير، فعشان كده التنت تحاول تخلي نفسك ايه حريص على الاخر خالص انت بتعمل فيه. انا شايفين بعد الازرق اللي فوق خف شويه، انا شايف كده عشان الموبايل قدام يعني مش هيبان من كاميرا لكاميرا. انا خلصت كده. بصوا في حاجات تانية تحت هنا، الاوتو وايت بالانس ممكن تعمل اوتو، في ده اللي هو بتختار تقريبا حتة معينة ويحط لك اللون بتاعها، يعني بص عملت كده يرمي لك اللون العشب ده على الصورة كلها، فطبعا انا مش بعمله كده، انا احب اعمل كل حاجة مانيوال بنفسي. عملنا كده تون ايمج، عملنا اتش دي ار، عملنا ديتيلز، عملنا الوايت بالانس. في حاجات ساعات بلعب فيها الكيرف، الكيرفز دي بصوا سوفت كونتراست، شوية بريسيتس انت بتلعب فيها عشان يظبط لك اضاءة وحدة وكل حاجة في الصورة تقريبا، واللوك بتاع الصورة كله بيختلف معاها برضو، بس انا مش في كل الصور بحب اعملها يعني فاهميني. يعني بص سوفت كونتراست دي حدة ناعمة شوية، الهارد يبينها اكتر، فبراحتكم يعني. ممكن تخليه ناتشر وتروح تلعب انت كده بالكيرفة وبالمنحنى نفسه. يعني بصوا انت لو عملت كده وجيت رحت عملت كده، ده تقريبا هو الهارد كونتراست اللي انت فاهمني. فممكن تعمل انت من الكيرف ده اللي انت عايزه، من انت تلعب تعمل كده شويه عشان تعمل ترفع الاضاءه شويه كده اللي يريحك يعني. في عندك الفينتج دي شويه بريسيت كالوان بتترمي على الصوره كلها، يعني بصوا شايفين شويه بريسيت الوان بتترمي على الصوره، طب تختار البريسيت اللي يريحك. فانا اختار، ممكن ما تختارش خالص يعني فاهمني، مش كل البريسيتس دي تنفع تعملها او لازم تعملها. هنا دي بتعمل لك فوكس على اللي في النص وتعمل لك بلرنس على الجنب هنا وهنا، ما بحبش استخدمها كتير. فليكن مثلا انا هختار البريسيت ده اللي هو اول بريسيت،
بتدوس في اي، بصوا في برايتنس، في ساتوريشن، في الستايل نفسه، السترينث درجه قوه الستايل نفسه عشان ازاي، والفينتج سترينث ازاي. البرايتنس اللي هو ال بصوا الاضاءه نفسها زي ما كنا بنقول، خلاص بقيتوا خبره في الموضوع ده. الساتوريشن عشان عايز انزل ساتوريشن شويه. الستايل سترينث بصوا لو رفعناها لاخر، الستايل اللي انت اخترته اللي هو اللي انا اخترته حاليا اللي هو رقم واحد، عايز درجه قوته على الصوره تبقى عامله ازاي، عايزه 100% من الفلتر او الستايل ولا 0%، مش عايزه يبان اصلا، فتروح تتحكم انت في الفينتج اللي بعدها. لا احنا بص هنختار كده 12% من الفينتج ستايل ده، بصوا او السترينث شايفين بيعمل لك هالات سودا فوق وتحت عشان يركزك على حاجه معينه، بينفع في بعض الصور وفي بعض الصور التانية مش بينفع. فلو سبته كده بصوا بيعمل لك هالات بيضة هنا وهنا، لو سبته لا ما بيعملش هالات بيضة، بيشيل خالص الهالات. سو انت لازم تخليه يعني يبقى فيه سواد من فوق كده هنا وهنا، بيبقى شكلها حلو فاهمني. بصوا شايفين الصورة كده ازاي بقت ازاي. بعد كده في بصوا الفينتج، بس يعني في فينتج هنا وفي فينتج دي. الفينتج دي الاختلاف زي ما بقول لك، بتختار بين بريسيتس جاهزه وانت بعد كده بتلعب في الدنيا من جوه. الفينتج دي يا باشا انت اللي بتعمل الهالات السوداء والاضاءه البيضاء اللي في النص، يعني في حاجه اسمها اوتر برايتنس وانير برايتنس. الاوتر برايتنس اللي هو فوق وتحت، اخترنا اللي فوق وده هنا اسمه اوتر. لو انت عملت كده بيسود لك، شايفين الوضع بيعمل ايه والاضاءه في النص. لو انت عملت كده يمين خالص بيجيب لك ابيض هنا وابيض هنا وبرده في نص صورتك. انت تختار الاوتر برايتنس، برايتنس يعني سالب 7 مثلا شويه كويسه. الانر برايتنس دي بقى لو انت عملت كده بيضلم لك في النص، اسمه داخل الصوره. لو عملت كده بيبيض لك الدنيا في النص، فما تلعبش فيه جامد يعني، مش لازم يبقى سالب برده، مش لازم يبقى بالموجب خالص فاهمني، براحتكم. يعني لو الصورة اصلا مظلمة في النص ممكن تستخدم الفلتر او الايفكت ده او التأثير ده علشان تفتح الدنيا شوية، لو هي مفتحة ممكن تستخدمه في انه تظلم شوية فتخفي تفاصيل ملهاش لازمة بالنسبة لك. شايف كده الوضع احلى. عندنا ايه تاني يا واد يا بنوك، عندنا ايه تاني؟ بصوا عندنا الجريني فيلم ده بيديك اللوك بتاع السينما، الافلام بتاعت السينما زمان او الصور بتاعت السينما. بصوا انا رفعت الايفكت خالص عشان تشوفوه يعني، مش عارف شايفين الأرضية والمكان كله بعمل ازاي، في زي ايه اللي هي زي مش عارف اقول لكم ازاي، يعني الشراشيب اللي فوق ده او نشارة الخشب اللي في الصورة دي، لو عملتها كده خالص مفيش التأثير. عارفين دي من الصور بتاعت زمان دي اللي بتحسها اللي هي مبكسلة دي، لا هي مش مبكسلة بس بيبقى شكله كده بيبان اكتر فوق في السماء. بصوا ده الايفكت اللي اسمه الجريني اهو، جريني فيلم. فممكن انت اول حاجه بتختار بريسيت معينه، هنا بريسيتس جاهزه ولوكس كده جاهزه بتعمل لك بتغير لك الصوره شكلها نفسه كله. ممكن تختار الستايل نفسه عايز درجة قوته ازاي، يعني كده ما فيش درجة، فبالتالي بتزود في في الجرين بس. ممكن تزود درجة الستايل نفسه، انا مش بستخدمها دايما الجرين دي بس ممكن تستخدمها في بعض الصور بتنفع. في وضع حلو خالص بس لما يبقى فيه في الصورة شكل شخص او فيه شخص نفسه موجود في الصورة بتصور اشخاص، البورتريت هو هنا يحاول يعمل بيقول لك نو فيسز كود بي فاوند ان ذيس فوتو كانسل فلتر. فالفلتر ده اللي هو البورتريت ده بيتعمل على وشوش الناس، وضعه او شكله بيعمل ازاي يعني ممكن اجربه لكم في صوره تانية في فيديو تاني لو انتوا حابين عشان الفيديو كده زياده عن اللزوم. يعني ده بيعمل لك ايه، بيتحكم لك في الاضاءه بتاعه الوش وبيتحكم لك في العينين نفسها اضاءتها ازاي وشكلها ازاي، وبيتحكم لك برضو في السكين تون نفسها عايزها ناعمه خالص اللي هو الايفكت اللي بنسميه انا وتامر دايما افكت الفتله ده، بس سيبك منه بهزر يعني. ممكن لو في شويه ديتيلز او في شويه
حاجات حبوب في الوش يعني لو زودته خالص بيضيعها، فانت ما تستخدموش جامد يعني الحته دي بتاعت السكين تون دي اللي هي التنعيم نفسه. في اللينس بلار دي بس هو بيعمل لك ايه فوكس في حته ومش بستخدمها كتير برضو، بس طبعا تنفع لو انت مصور مثلا حاجه في النص كده والباقي ده هنا وهنا مش مهم معاك، انت شوف انت عايز تنقل ايه اللي هيشوف الصوره. ايه تاني يا استاذه بنوب؟ في عندك الفريمز بتستخدمها انك تحط شويه فريم. بصوا ادي الفريم نفسه، بس خلينا نعمل بس حاجه كده في السيتنجز، ايوه دارك مود عشان تشوفوا الفريم هيبقى عامل ازاي. بس اهو ممكن تعمل شويه فريم كده خفيف لطيف، وشكل الزوايا بتاعت الفريم اهو في اشكال للفريمز ممكن تخليه العادي، ممكن تعمل زوايا كيرفات هنا في الجنب، ممكن ما تعملش كيرف فريم اصلا. تكست ده في الكتابه في اشكال ثابته في التكست، اهو 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 اللي يريحكم يعني. ممكن بيقولك دبل تاب عشان تبدا تكتب اللي انت عايز تقوله، مش عارف ممكن نقول ايه يعني في الصوره دي، ممكن نعمل كده عادي خالص نبدا نكتب، ممكن نكتب مثلا ثانكس عادي خالص يعني، مش تسحب كده وتختار المكان اللي انت عايز يبقى فيه، هنا هنا تميل كده عادي، ترفع تزود الحجم بتاع الفونت نفسه وتقلله، بس حاول دايما انت وشغال تخلي الفونت يكون ايه الليجن يعني ايه ما يكونش مايل، فاهمني؟ يكون مظبوط بس كده الى حد ما مظبوط، لو اتلخبطت تعمل كده وترجع تكتب تاني عادي، فاهمني؟ لان هي ساعات بتلخبط لان مفيش برضو، ممكن تلاقي نفسك اتلخبطت شويه. انت اخترت ده عايز تغير اللون اهو من هنا تختار لون تاني مخالف، حاول تجيب الوان متناسقه مع الفيو العام او المكان العام، مش هينفع تجيب اخضر مثلا، تختار لون كويس. دايما في اغلب الاحيان الابيض بيبقى احلى. هنا دي الاوباسيتي بتاعت الفونت نفسه، لو سحبت خالص كده بتخفيه ترفعه خالص، لو دوست انفيرت بيعمل لك يخليك الصورة كلها عبارة عن فونت جوا الصورة. بصوا مش فاهمين انتوا، بس لو عملنا كده نختار صورة تانية مثلا، نختار قصدي فونت تاني او شكل تاني اهو، ايه رأيكم مثلا في الشكل ده او ده؟ خلينا نبدأ كبرناه خالص اهو، تعالوا نعمل انفيرت. بصوا اللي هيحصل ايه، بقت الصوره كلها عباره عن الفونت اللي انا اخترته، كل ما احرك كده يخفي حاجه ويظهر حاجه، فاهمني؟ جماعه بتوع اديت الفيديو اديتنج او الفوتو اديتنج هيفهموا ده اللي هو عباره عن شبه شبه انك تعمل ملتبلاي لحاجه معينه تدخلها، او انك تدخل فريم جوه الصورة، فاهمني؟ ممكن تعمل كده ترجعها تاني زي ما كانت او تعمل انفيرت. انا دايما في ساعات بعمل ايه، بختار ان انا اكتب كتابة تبقى كده بخليها فاضية، بعمل اوكي واختار اللي هو ده او ده او ده، اعمل كده خالص 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 على حد ما اقدر يعني، واجي هنا اعمل انفيرت. شايفين شكل الصورة عامل ازاي؟ عملتها قبل كده في الثامبنيل، من ضمن الثامبنيلز اللي على الفيديو، كانت حلوة خلاص الفكرة بتاعتها. وممكن تغير اللون الأبيض ده بإنك أنت تعمل إيه؟ تختار لون تاني مثلا أخضر. شايفين الصورة بقت عاملة ازاي؟ ممكن تعمل إيه؟ تعمل كده الأوباسيتي نفسها وتختار لون تاني أهو. انا بوريكم ممكن تلعب انت ازاي في الحاجات دي، وده انت مش هتعرفه غير لما تزود في انك انت تستخدم الموضوع ده او تزود اديتنج في الصور بتاعتك كويس. الدبل اكسبوجر ده بتستخدمه لما تضيف حاجه من جوه، بس مش بستخدمه كتير. الهيد بيز ده الهيد بوز اللي هو لما انت تبقى وشك بتغير في وضعيه الوش، تقدروا لما تبقى في صوره فيها وش تجربوها تعجبكم برضو. ايه تاني يا بنوب؟ النور ده اللي هو ايه شكل، بصوا زي فلترات كده حسها شبه الافلام بتاعت زمان، وفيها جرينز برضو، انا بصراحه ما استخدمتهاش قبل كده. في السلكتيف ده
انك انت بصهم تعمل ايه مثلا، حته العشب اللي هناك ده تعمله كده، يختاروا اختار اللون ده او المنطقه دي، تبدا تلعب فين انت فيها، تلعب في البرايتنس، تلعب في الكونت، تلعب في فيها، تلعب في البرايتنس وتلعب في الكونتراست وتلعب في الساتوريشن وتلعب في الستراكشر. فاحنا لو لعبنا في البرايتنس بصوا بيبيض لك الدنيا هنا، الكونتراست اهو شايفين الحده عملت ايه، طبعا بيختار الايه نعمل باك، بيختار ما يشابه درجه اللون دي، فعلها تاني بانك تضغط عليها كونتراست خالص اهو، شايفين لو سحبت كده شايفين الحته دي بتعمل ازاي، لما شلت الكونتراست بيتبهته، ده تاثير الكونتراست. لما تيجي تعرف تاثير اول مره عايز تشوفه بيعمل ايه، هاتوا اقصى حاجه ليه في الناحيتين عشان تعرف، يعني الستراكشر ده مش عارفه بتاعي، هاتوا اقصى حاجه كده يمين وهاتوا اقصى حاجه شمال، الستراكشر ده انا عشان اعرفه ده بتاع اللي هو الحده ليها علاقه بالشاربنج، فمش هيبان غير لما تزوم، فاعتبر انك انت زومت وسحبته اقصى الشمال وسحبته اقصى اليمين، شايفين الحدود بتاعت الزرع نفسه بيتعمل ازاي، اختفت بانت خالص. ده ممكن تعمله كده تروح عامله ديليت بعد كده خالص عادي، وتضيف في حتة تانية تختار الارض دي مثلا او الطريق ده اهو، تعمله برايتنس على الاخر، شايفين الطريق كله نور، ممكن تسحب البرايتنس على الاخر، شايفين الطريق كله ضلمة، الساتوريشن ممكن انت تعمله اصفر. استنوا كده في حاجة فكرة جات لي من حتة اللون الاصفر ده، نعمله هنا ونيجي في الساتوريشن نزود اللون، اعمل هنا لا مش حلو اوي خلاص. في برضو حاجة حلوة ممكن لما انت تيجي تعمل تختار اي وضع مثلا التون ايمج، في علامة نجمة هنا شايفينها ايه، فوكس هاي علامة النجمة دي، لو دوست عليها كده بيجيب لك ايه توتوريالز، بس عايز انترنت كونكشن ومش هينفع اعمل انترنت كونكشن على موبايل اخويا، فبيديك شوية ازاي تعمل اديت بشكل معين ممكن تجربوها يعني. لو دوست هنا العلامة دي مش علامة الغرض، لا العلامة اللي فيها دي بيوريك زي ايه، بصوا برايتنس شايفين، شايفين زي ايه كده شوية كيرفات او ايمج او وضع كده كان في الاحصاء بيبان اللي هو مش عارف اقولها بس يعني هتفهموني انتوا، مش بستخدمها يعني انا بس بوريها لكم الصوره كده، انا شايف انها بقيت تمام. لو دوست كده في حته دي قبل، شايفين الصوره قبل اي اديت عملناها كانت ايه، بعد بوم وضع تاني، قبل اهو الصوره قبل، جاهزين تشوفوها بعد بوم، الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت اختلاف كلي. بصوا ف عاش يعني. بصوا بقى اللي كنت بقول لكم عليه المره اللي فاتت، الفيو اديت دي بصوا لما تدوس عليها كده دي كل حاجه احنا استخدمناها، لو جيت عملت الاوريجينال يوريك الصوره قبل ما تعمل فيها اي حاجه. انا عملت ايه في اول حاجه، عملنا اتش دي ار سبيس النهارده كده، اتش دي ار اسكيب قصدي، اتش دي ار اسكيب قلنا اللي هي الهاي دايناميك رينج بتعمل ايه، بتدوس عليها كده ده اللي حصل في الصوره لما انت استخدمته، التون ايمج لعب لك في درجه الالوان والتشبع والبرايتنس والكونتراست بتاع الصوره، روتيت انا عشان اظبط خط الافق ده استخدمت التاثير ده، الديتيلز عملت شاربنينج شويه في الصوره، الوايت بالانس ظبطت درجه اللون، الفينتج عملت الحدود وظبطت لون عام للصوره، الفينتج تاني كده زودت شويه في الحدود السوداء اللي في الجناب، لو دوست باك في حته كده رجع لك. ممكن الميزه البرنامج بقى في انك انت ممكن تختار اي افكت من دول في النص تلعب عليه برضو، ازاي يعني، وليكن مثلا وايت بالانس انت عايز تخلي اللون خلاص مش عايزه اللون ده، عايز تخلي اللون ازرق، تيجي عند الوايت بالانس كده تختار السهم ده وتختار انك تشيله خالص ديليت، واختار الحته اللي على اليمين دي تبدا تعدل عليه مكان ما انت كنت بتعدل المره اللي فاتت. يعني بص ممكن ازود التنت وممكن ازود التمبراتشر، لو دوست صح الايفكت هيتعدل مكان ما انت كنت عامله في الاول، يتعدل لده وتكمل انت بقى الايفكت اللي فيها، بس انا مش عايز العب فيها يعني، خلينا نلعب في حاجه اسهل شويه، اسهل ان انا ممكن اعملها اندو ريدو بعدين يعني، زي مثلا ال HDR، خلينا في ال HDR، بصوا ال HDR اهو هنعدل
انا عايز اخليها على الاخر خالص. هو بصوا خلينا نكون عارفين هم كانوا كام في الاول اهو، كان 24. لو هنزودنا الساتوريشن نبصوا 100% ودوست سيف، ادي الوضع وادي الفينتج، ادي الصورة في النهاية بقت كده. شايفين شكل الصورة؟ لا انا عايز ارجع ل HDR اللي انا كنت عامله، هدوس عادي يا اما ادوس اندو. بس اندو ده بيعدل لك في ايه بقى؟ بصوا بيشيل لك اللي انت كنت عامله من شوية. انا بصوا لو دوست ريدو يجيب لك الساتوريشن الزيادة، لو دوست اندو يرجعك للساتوريشن المظبوط بتاعك. لو دوست كده زي ما انتوا بقول من مطولة كده، شايفين الصورة كانت عاملة ازاي وبقت ازاي؟ لا الدنيا مختلفة تماما. عشان تسيف الصورة اللي انت عملتها والبروجكت الروعة اللي انت عملته، اكسبورت سيف بينجو بيسيف فيو عشان تشوف الصورة عادي بالجاليري يا عم مش مهم. ادي الصورة. دي الصورة بتاعتنا اللي احنا عملناها. ممكن نستخدم صورة تانية، بس في حاجة عايز اقول لكم عليها. كل اللي احنا عملناه النهاردة ده في اللوكس، بصوا لاست اديتس. لاست اديتس دي لما انت تيجي مثلا لاست اديتس دي كلها اللي انت يعني كل اللي انت عملته ده اللي هو ده. بصوا ادي الصورة اللي انا عايز اعملها. بصوا شايفين لاست اديتس في اللوكس دي، شايفينها؟ بصوا كده اول ما اخترعها الصورة بقت بالوضع اللي احنا كنا شغالين عليه من شوية. شايفين؟ بقت قبل بعد. لو دوست صح كده انا الصورة مكان ما كنت انا فيها، فاهم؟ يعني كل اللي انا عملته قبل كده قاعد اهو. اوريجينال اتش دي ار سكيب تون ايمج ديتيلز وايت بالانس فينتج فينتج، ده كله اتعاد تاني. ده بمجرد ما اخترت لاست اديتس نزل كلهم بريسيتس دي كلها نزلت عليه. ممكن اعمل حاجه حلوه، ممكن اجي عند اللوكس دي واعمل اضافه. ده اللوك هسميه اللوك بتاعنا، فهسميه كاستم اهو، هنسميها حاجه اهو. فلما اجي اعمل اوبن دي صورة تانية، اوبن معلش اغيرها عادي، نختار صورة تانية دلوقتي وليكن مثلا صورة النيل دي. بصوا ممكن اعمل لاست اديت من دلوقتي، بس فليكن مثلا انا عملت كذا اديت لكذا صورة تانية، فالافكتس او التأثيرات اختلفت او راحت. بمناسبة ممكن تختار دول عادي يعني تلعب فيهم زي ما انت عايز اهو، بس انا ما استخدمهمش. شايفين دوست كاستم، طبق لي كل البريسيتس بتاعتي على الصوره على طول وابدا اعدل تاني. يعني لو انا دايما اللي انا عايز اقوله، لو انا دايما بستخدم دول بس اللي هم ال HDR والتون ايمج والديتيلز والوايت بالانس والفينتج بس، فانت ممكن تخليه كاستم عندك وتبدا تعدل عليه من الحته دي اللي فوق والفيو اديتس، تبدا تعدل في كل واحده ازاي عايزها تكون. ادي لما عملنا ادي الاوريجينال، ادي ال HDR، ادي التون، تون كويسه، الديتيلز شغاله، الوايت بالانس لا الوايت بالانس انا حاسه مش مظبوط لان هو المفروض دانيل، فعايز التمبريتشر بتاعته تبقى بارده شويه. وادي التنت، التنت لو عملناه كده الوضع بيبقى مختلف شويه. بصوا كده بقى اخضر شويه، هنا بقيت ازرق شويه صح. الفينتج اهو فينتج عادي، بس ممكن نعدل فيه برضو لان انا كنت واخد وضع غامق، فممكن نختار وضع فيه ازرق كده شويه. برايتنس ممكن نزودها وتقللها عادي زي ما انت عايز. ساتوريشن، ساتوريشن بتاعنا في النص. الستايل نفسه ممكن تزوده ممكن تقلله. الفينتج ستايل ممكن تقلله ممكن تزوده عادي صح. تخش في الفينتج عادي خالص. في حاجه ناقصه انا بس، ان احنا نعمل ايه؟ الكروب عشان تظبط خط الافق، او الروتيت عشان تظبط خط الافق برضو. فشايفين في حاجه برضو بيعملها لك لوحده لما بيحس الذكاء الاصطناعي بتاع البرنامج نفسه، لما بيحس ان الدنيا مش مظبوطه في الخط الافق بيعملها لوحده. بص الروتيت هو ظبطها لي لوحده، بس ساعات برضو بيحس تحس انك انت لا عايز تظبطها بنفسك. انا بص هظبط ايه، هظبط بدايه نهايه النيل دي مع بدايه الزرع نفسه. خليهم متوازيين يعني، فاهمني؟ قد تبدو الحاجة دي أي كلام، بس الدنيا دي بتفرق. قبل بعد قبل بعد قبل بعد اكسبورت سيف بينجو في سيف الصورة بس. فا يا لهوي الفيديو كان الفيديو كبير جدا، 46 دقيقة.
فادي الصورة دي تعمل لها ايديت عادي خالص. اه يا بيتكم ممكن تبقوا يعني انا هنزل لكم الصورتين وشوفوهم انتوا براحتكم. صورة ادي التانية بس. ف اتمنى في النهاية يبقى الموضوع عجبكم والدنيا فادتكم واستفدتوا من البرنامج ده. برنامج سناب سيد موجود على جوجل بلاي وموجود على الايفون برضو لو انت عايز تستخدمه. يعني بيقول لك هنا تابين يومير تو اد فوتو. هل انت جاهز انك تعمل اديت لاول صورة ليك؟ ويا ريت لما تعمل اديت للصورة تشاركني الصورة دي يعني على البيج بتاعتنا على فيسبوك، تبعتها لي سواء كنت عايز تبعتها لي في الخاص مثلا او تعملها لي في كومنت على البوست اللي هينزل لما الفيديو ينزل ان شاء الله. في النهاية حابب اقول لك يعني لو انت بتكمل الفيديو لغاية الاخر وخلصته فيعني برافو عليك، انت كده انسان جاهز انك تعمل اي اديت لصورة او عرفت التولز الكفاية اللي هي تخليك تبدأ تعمل اديت لنفسك وتحط التاتش بتاعك زي ما بيقولوا في اي صورة. وزي ما بقول كنت في الفيديو احسن حاجة عشان تعرف التول دي بتعمل ايه انك تجرب، فما فيش حل معاه غير انك انت تصور وتجرب تعمل اديت. مرة هتصيب معاك تبقى الصورة كويسة ومرة مش هتصيب معاك تبقى الصورة مش كويسة، عادي يعني بتحصل. بس ال 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 الحل الامثل انك انت توصل لنتيجه انت مبسوط بيها وراضي بيها كانك انت تعمل اديت للصوره بتاعتك او للصورة عموما، انك انت تصور كتير وتعمل اديت كتير وتشوف صور متعدل عليها كتير وتشوف مناظر كتير كصور اديتس، فاهمني؟ يعني انت بتحب صور الغروب فحلك انك تتفرج على صور الغروب كتيره، صور شروق، صور بحر، صور سماء. لو عجبك الفيديو ممكن تعمله لايك زي ما بقول، تشيره مع حد من اصحابك علشان هو يستفيد برضه زي ما انت استفدت، وتقول لنا رايك في الكومنتات. انا عارف ان الفيديو كان طويل، فلو انت هتقول ان الفيديو طويل فانا عارف انه طويل يعني، فيا ريت تقول لنا رايك تحت في الكومنتات على الكونسبت عموما او الفكره عموما بس. ولو انت مش عامل اشتراك تعمل اشتراك في القناه، واتمنى اكون قدرت افيدك او قدرت افيدك بالشكل الكافي يعني. وتورونا الصور بتاعتكم بقى، توروها لنا على فيسبوك في البيج بتاعتنا على فيسبوك، هننزل بوست ممكن تنزلوه وتشاركوا فيه كل الصور بتاعتكم وكل حد فينا يورينا عضلاته بقى. وما تتكسفش دايما انك توري الصوره بتاعتك وانت لسه بتعمل او تظهر صورتك انك انت عاملها اديت قدام الناس عادي يعني، ما فيش مشاكل لو الصوره مش كويسه او مش حلوه عادي، كلنا بنتعلم من بعض. وانت لما هتقول لي رايك في الكومنتات تحت او توريني الصور بتاعتك انا هاخد بالي من حاجه اكيد ما كنتش واخد بالي منها قبل. بس وفي النهايه انا اصلا بنزل صور كتير على انستغرام، كل الصور دي عدت على سناب سيت يعني، كل الصور دي عملت لها اديت على سناب سيت. بنزل صور برده على البيج بتاعتنا على فيسبوك، وبرده كل الصور اغلبها نزل على عدى على سناب سيت لان مفيش صوره بصورها وبنزلها على طول يعني، نادرا ما ده بيحصل فاهمني. الا لو ستوري بقى غالبا مش بقدر اعملها اديت ومش بلحق اعملها اديت لو حاجه لايف يعني. كالعاده ثانك يو فور واتشنج اند سي يو نيكست فيديو باي. عايز اقول بس في الفيديو ثانك يو يعني لاخويا يعني هو سمح لي ان انا استخدم موبايله وهو في الجيش عادي يعني، لان انا حاليا بصور بالموبايل بتاعي انا اكيد باين في العكس العاكس بتاع الاضاءه يعني.